اخونا من حلب من الحين جدا عم يحكي لنا عن مأساه اللي صارت في حلب. يا اخي يشهد الله انه هن لما دخلوا حلب بعد ما تفضت من قبل الخيانات اللي جوا سلموها تسليم ما دخلوها بالقوه. والله العظيم من قهوه الشعار لباب النصر اللي بيعرف حلب بيعرف انه ولا طلقه انطلقت، سلموها تسليم وكل العالم تعرف هي. ولما دخلوا حلب يدخلوا يلاقوا العائله يقولوا له ايش عم تساوي؟ يقولوا هذا بيتي، يقول له اطلع وشل الحس يغار ياخذوا المصاري منه، وبعدين تيجي السيارات الشبيحه تفضي البيت بالكامل. والله كلمه مو تكنيس. مين ياخذ السيارة من الشبيحه؟ النظام؟ لك ما هو النظام، الايرانيين. ايران 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 واللبنانيين الكلاب والعراقيين العنجاس. انا بحي الشعار طلعوني قالوا لي فضي بيتك بحي الشعار. طلعوك من البيت؟ طلعونا من البيت بحي الشعار. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يفرج عنا يا رب. حلب ما سقطت بالقوة. حلب سقطت بالخيانة. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل.